بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا مع لقاء جديد في سلسلة أفلا تتفكرون. وضيفنا هنا ضيف فاضل، هو البشمهندس والأستاذ فاضل سليمان، وهو علم معروف في هذا الميدان، في ميدان معالجة الإلحاد ومكافحة الشبهات، والعلم لا يعرف. حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم، شرفتمونا. عنوان المحاضرة اليوم هي الحلول التربوية لمشكلة الإلحاد، صحيح دكتور؟ نعم إن شاء الله بإذن الله. طيب، وفي البداية دكتور ننبه الإخوة والأخوات على أن هنالك مساحة لإبداء الأسئلة، لطرح الأسئلة بخصوص المحاضرة بعد المحاضرة مباشرة، فبإمكانهم كتابة الأسئلة في الشات، وإن شاء الله سنلقيها عليك مباشرة بعد المحاضرة بإذن الله. ننبه الإخوة والأخوات في مسألة طرح الأسئلة وإبداء ما يريدونه من تساؤلات تجاه هذه المشكلة. أنا فهمت الدكتور في البداية أنه الحلول التربوية لمشكلة الإلحاد كأنما هي محاضرة موجهة لأولياء الأمور، الآباء والأمهات، هي كذلك؟ وللتربويين، للمدرسين والتربويين والأئمة. إن شاء الله إن شاء الله. إذن الكلمة لكم دكتور، نسأل الله تعالى أن يفتح لكم، بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولاً أحب أشكر التنسيقية العالمية لمعالجة الإلحاد على هذه الدعوة الكريمة. وبالتأكيد الإلحاد أصبح صداع يؤرق الناس جميعاً الآن، يؤرق الآباء والأمهات، يؤرق التربويين، يؤرق المدرسين. الظاهرة بدأت تظهر، لكن للأسف الشديد الإلحاد كلمة تطلق عادة على إنكار وجود الله، بينما الإلحاد لغة هو الانحراف. وأنا أأخذ بهذا أن أي انحراف عن دين الله هو إلحاد. فأنا إذا أتاني شاب يعترف بوجود الله لكنه متشكك في الإسلام، هذا أنا أعتبره إلحاد، وهذا يجب أن نعتبره كلنا، هذا إلحاد. فكونوا متشكك، كونوا ربوبي، كونوا مرتد، كونوا، هذا كله اسمه إلحاد عندنا. أنا ليه طلبت أن هذه المحاضرة تكون عن المعالجة التربوية للإلحاد؟ لأن إحنا بعرفش، أعتقد حضراتكم أو يمكن بعضكم يعلم أني أتشرف بكوني أعمل في مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاة، وهي مؤسسة تعمل مع أو تعمل على ثلاثة محاور: تعمل مع المسلمين، وتعمل مع غير المسلمين بتعريفهم بالإسلام، وتعمل مع المرتدين عن الإسلام، مع المسلمين السابقين. كنا على مدار 20 أو 25 سنة نعطي جلسات نصح وإرشاد، وتعاملنا مع مئات الملحدين حتى تكون عندنا قناعة أن معظم الحالات التي جاءتنا إن لم تكن كلها كان من الممكن تفاديها وعدم وقوع هؤلاء الناس في الإلحاد لو كانت هناك مبادئ معينة أو مفاهيم معينة زرعت في الإنسان من الصغر. لذلك أنا أقول للناس أن المسألة أساساً تربوية ونفسية. خليني يعني أقدم أمر لحضراتكم أولاً ثم أعود إليه مرة أخرى. نحن في مؤسسة جسور من حوالي سنة ونصف بدأنا أو أطلقنا ما يسمى ببرنامج الوقاية من الإلحاد، وهو برنامج للأطفال. بعض الناس تقول لكن الأطفال ليس عندهم إلحاد، نحن نعلم ذلك، ولكن المقصود به هو التربية من الصغر على منهج أو على أفكار معينة ومبادئ معينة
تجعل هذا الطفل عندما يكبر لا يقع في الإلحاد إذا تعرض لأسباب الإلحاد التي عالجناها من الصغر عنده. يعني وكأنه لقاح، نحن كلنا نبحث الآن عن لقاح الكورونا. هذا اللقاح عندما يصدر سيأخذه الصحيح وليس العليل حتى لا يقع في مرض الكورونا. بالتالي جمعنا كل أسباب الإلحاد المعروفة، سواء من خبرتنا على مدار 20-25 سنة، ولما أقول إحنا لا أقصد نفسي بل أقصد مؤسسة جسور والمتعاونين معها جميعا مثل الدكتور أحمد جلال فؤاد وغيره، وهذه التنسيقية وتنسيقيات أخرى نحن أعضاء فيها. فجمعنا كل أسباب الإلحاد، ثم كوننا لجنة من علماء طب نفس أطفال ولجنة من كبار التربويين، ثم بدأنا ندرس كل سبب من أسباب الإلحاد ونضع الحلول له، نضع المفاهيم التي إذا زرعت من الصغر تجعل هذا السبب لا يعمل عند الكبر. ثم أطلقنا هذا في صورة ألعاب إلكترونية. لماذا؟ لأن أنا أريد أن أجذب طفل سن 7 و8 و9 و10 سنوات إنه يستمع لهذا الكلام. كيف سيستمع لهذا الكلام؟ أول شيء صورنا، ثم قلنا لا يمكن طفل سن 8 و9 سنوات يجلس ويشاهد أحد الدعاة بلحية ويتكلم فيه، لن ينتبه. فوجدنا حل لهذه المشكلة، وكان حلا نحسبه الحمد لله جيدا جدا، وهو أننا قدمنا المفاهيم الدينية والعقلية التي نريد أن نقدمها للأطفال من خلال أطفال. وستشاهدون معي الآن إن شاء الله مقاطع فيديو لأطفال يقدمون هذه المفاهيم. ثم كان أمامنا معضلة أخرى، ما الذي يضمن لنا أن الطفل إذا شاهد هذا الفيديو أنه سيتشرب بالمفاهيم التي نريده أن يتشربها؟ فوضعنا بعد كل مقطع فيديو وضعنا عدة أسئلة بحيث نتأكد أن المفهوم الذي نريد زراعته قد زرع، إن لم يكن من خلال الفيديو فمن خلال الأسئلة. جيد، طيب كيف أضمن إن حضرتك يا أستاذ عمار لما تشترك لابنك في هذا البرنامج أنه بالفعل سيشاهد المقاطع الفيديو وبالفعل سيجيب على الأسئلة؟ هذه ليست دورة بل هي جيم، هي لعبة إلكترونية. الطفل يلعب ألعاب إلكترونية وفي قلب اللعبة يفتح له مقطع فيديو، يشاهد الفيديو، يجيب على الأسئلة. إذا أجاب السؤال بطريقة صحيحة من أول مرة تتضاعف نقاط اللعب، فأصبح مشاهدة الفيديو بتركيز جزء من اللعبة، وأصبح الإجابة على الأسئلة بتركيز جزء من اللعب أيضا. فدعوني أعطيكم بعض الأمثلة. مثلا هناك بعض الأخطاء التربوية التي تؤدي إلى الإلحاد، منها مثلا تنشئة الإنسان المعصوم من الخطأ. يعني ننشئ الطفل على أنه لا يخطئ. وسأعطيكم مثال سيزعج الكثيرين منكم. تعرفون عندما يبدأ طفل بالمشي ثم يقع ويتكعبل كده في السجادة، فأمه أو أبوه يريد أن يشتته حتى لا يبكي، فيقول له لا تبكي لا تبكي خلاص أنا ضربتها، ونضرب السجادة ونقول يا سجادة يا وحشة، أنت كعبلتي تامر، أنت وقعتي تامر. ثم تامر يبدأ يمشي ويخبط رأسه في الطاولة،
فقبل أن يبكي نشتته، نشتت تركيزه فنقول خلاص خلاص هنضربها هنضربها، بص أهو ونضرب الطاولة نقول يا طاولة وحشة، أنت ترابيزة وحشة، أنت خبطتي تامر. هذا الكلام يسبب إلحاد. كيف؟ لأن احنا كده أنشأنا تامر معصوم من الخطأ، تامر لا يخطئ، تامر تعود أن أي مشكلة في حياته لها سبب خارجي لكن هو لا يخطئ. بالتالي عندما يتعرض لأي مشكلة في حياته ولا يجد لها سبب واضح يبدأ يلقي باللوم على الله سبحانه وتعالى. بينما التربية الإسلامية عكس ذلك تماما. التربية الإسلامية هي أن نقول لتامر إذا حدث لك مشكلة انظر في نفسك وحاول أن تجد ما الخطأ عندك، فإن لم تجد فربما الخطأ ليس من عندك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هناك مثلا من الأسباب الإلحاد الكبيرة وهي خطأ تربوي نرتكبه، أننا نريد أن نحث الأطفال على المحافظة على الصلاة، ونريد أن نحث الأطفال على حفظ القرآن الكريم، فنكذب عليهم ونقول لهم أنك إذا حافظت على صلاتك وإذا حفظت القرآن فستعيش سعيدا دون مشاكل في حياتك. ثم يبدأ الشاب يجد مشاكل في حياته وهو تربى على أنه لن يكون هناك مشاكل إذا صلى وحفظ القرآن. إذن الصلاة والقرآن ما بيشتغلوش، ما اشتغلوش، ما أدوش اللي عليه، وهو أدى ما عليه وهم لم يؤدوا ما عليه. من قال أننا نصلي ونصوم ونحفظ القرآن حتى نعيش حياة بدون مشاكل؟ أين هذه الحياة التي بدون مشاكل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ولم يسأل دنيا بدون مصائب، لأنه لا توجد دنيا بدون مصائب. دنيا بدون مصائب تساوي الجنة وليست الدنيا، الدنيا مكان المصائب أصلا. نحن جئنا إلى الدنيا لنواجه المشاكل ونواجه المصائب، هي اختبارات لنا. فكل الفيديوهات والمقاطع التي عملناها في الألعاب الإلكترونية تتعامل مع هذه الأسباب، والطفل يتشرب هذه المفاهيم من خلال أطفال آخرين، وستشاهدوا هذا الكلام إن شاء الله دلوقتي. هناك مثلا من أسباب الإلحاد الكبيرة التعلق بالمدرس الملحد. هناك كثير من المدرسين ملحدين. أنا كان عندي أحد الإخوة جاءني بأولاده الاثنين يتعلمون في مدرسة وعندهم مدرس ألماني رائع حببهم في الساينس، يعني في العلوم، فالولاد حبوه جدا وذهبوا وسألوه: هل حضرتك مسلم أم مسيحي أم إيه بالضبط؟ فقال لهم: I believe in science. أنا مؤمن بالعلم بالعلوم. فكانت وكأنها يعني ضربة خنجر في قلب الأطفال. إيه ده؟ يعني هو يا إما أؤمن بالساينس يا إما أؤمن بالإسلام، يعني ما ينفعش أكون. هم حبوا الساينس جدا وتعلقوا بالمدرس. كل هذا تم علاجه من خلال الفيديوهات، وأيضا ستشاهدوا هذه الفيديوهات الآن. طبعا مشكلة الأب الفاسد أو الأب المفقود مشكلة كبيرة جدا، ونحن إن شاء الله نتعامل معها في الجيم الثالث، لكنها مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا جنبي هنا في كتاب دكتور بول فيتس اسمه The Faith of the Fatherless، وهو دكتور بول فيتس هو أحد علماء طب النفس وعضو الجمعية الأمريكية لعلماء طب النفس. هذا الكتاب يتكلم فيه عن أن مش يعني أكثر أسباب الإلحاد
أو من أكبر أسباب الإلحاد فساد العلاقة بالأب، بالأب خاصة. وضرب أمثلة بعتات الإلحاد، كارل ماركس، سيغموند فرويد، فريدريك نيتشه، توماس هوبز. أكبر عتات الإلحاد كانت عندهم مشكلة مع الأب، إما أن الأب مفقود بالوفاة أو بالاعتقال، أو أن الأب فاسد أو العلاقة معه فاسد. طبعاً دي من أكبر التحديات اللي بتواجهنا، لكن وصلنا لشيء ممكن يؤدي دور وبنشتغل عليه في الجيم الرابع. مش عايز أدخل في الموضوع ده، الموضوع ده ممكن يأخذ المحاضرة كلها. هناك مسألة الانتهاك الجنسي في الصغر، هي ممكن تؤدي إلى إلحاد وممكن تؤدي إلى إلى شذوذ جنسي. لذلك يجب تعويد الأطفال الحذر وعدم الجلوس على حجر أحد، لا عمه ولا خاله ولا المدرس ولا السواق ولا الشيخ اللي بيحفظ قرآن ولا حد أبداً. ونعود الأطفال أن كلمة لا كلمة جيدة، يجب نتعود نقول لا، لا نخجل من كلمة لا، لكن لا نقول لا لبابا ولا ماما ولا ربنا فقط، لأن الأطفال لما بيبعدوا عننا يجب أن نعطيهم سلاح يدافعوا به عن أنفسهم. أنا لما أعود طفلي أنه لا يقول لا للأكبر منه، ما هو اللي هيديله سيجارة أكبر منه، والشاذ جنسيا الذي سيستدرجه إلى مكان وراء مصنع الكراسي أكبر منه، فيجب أن أعود طفلي أن كلمة لا سلاح يجب استخدامه. لا، لكن عندنا مفاهيم تربوية خاطئة نعود عليها الأطفال، ثم تقع الفأس في الرأس. كل ده أيضا أنا هنوري لكم بإذن الله في أحد الفيديوهات، دون الكلام مع الأطفال في مسألة الجنس ولا في أي شيء خالص، ولكن نعلم الأطفال أن كلمة لا كلمة حلوة طالما لا نقولها لبابا أو ماما أو لربنا بس، لكن يجب أن نعرف متى نستخدمها. من أسباب الإلحاد الكبيرة جدا الدعاية السلبية أن الإسلام ظلم المرأة وأن الإسلام ظلم الشواذ الجنسي. وعندي حالات خرجت من الإسلام بسبب هذه الأسباب، والعجيب أنه يكون رجل يترك الإسلام لأنه يرى أن الإسلام ظلم المرأة وهو رجل، أو إنسان طبيعي وغير شاذ لكن يترك الإسلام لأنه يرى أن الإسلام يظلم الشواذ الجنسي. طب لماذا؟ لأن لا أحد يحب أن يكون جزءا من منظومة ظالمة. كيف تعاملنا مع هذا ونحن نتعامل مع أطفال سن 7 و8 و9 و10 سنوات؟ إن شاء الله سأشغل لكم فيديو ونناقش الفيديو مع بعض كيف تعاملنا مع هذه المسألة دون الكلام في المسألة الجنسية ودون الكلام في مسألة المرأة ولا المواريث ولا أحكام المواريث ولا أي شيء من هذا. هناك أيضا مسألة الافتتان بالعلم، الشاب يكبر ويدخل الجامعة ويبدأ يتعرف على علماء ويجد أن العلم قد عمل يعني سوى الهوائل، فيبدأ يفتتن بالعلم ويظن أن هناك تضارب بين الدين والعلم. فيجب أن احنا نربي الطفل من الصغر أن الدين هو الذي يحثنا على التقدم العلمي، وأن الحياة لا تستوي بدون الدين. وعندنا أيضا حلقة وسأعرضها لكم أيضا إن شاء الله. والمذهل عندما تجد هذه المفاهيم العميقة الفلسفية تقدم بطريقة بسيطة من خلال أطفال سن 11 سنة و13 سنة. أيضا من أسباب الإلحاد عدم تعريف الأطفال بمداخل الشيطان ووسائله.
والظن بأن تعلمهم ما يجب عليهم أن يفعلوه لإرضاء الله يكفي. لا، لا يكفي. يجب أن نعرفهم الفرق بين كلام الله وبين كلام الشيطان وكيف يتعرف على هذا. وأيضا إن شاء الله سأعرض هذا عليكم. دعوني الآن أعرض عليكم بعض الفيديوهات. مثلا سأعرض عليكم الآن فيديو قصير يحل مشكلة المدرس الملحد. الطفل يتعلق بمدرس، والمدرس ممكن يكون شاطر يحببه في المادة التي يدرسها، ولكن هذا المدرس ملحد ويعبر عن إلحاده أمام الأطفال. فكيف أقنع الطفل؟ كيف أحتفظ للمدرس باحترامه كمدرس وأجعل الطفل أول ما هذا المدرس يخرج خارج الموضوع الذي يدرسه الطفل يعتبره مثل الطاولة اللي هو جالس عليه، مع حفظ الاحترام للمدرس. سأعرض عليكم الآن هذا. الحياة اللي ربنا خلقها بتدلنا على وجوده، الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والناس، كل دي أدلة على صانع صناعها، يعني خالق خلقها. ربنا قال في سورة آل عمران آية 190: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني السماوات وكل اللي فيها من المجرات، الجالاكسيز والكواكب والنجوم والشمس والقمر، كل دي أدلة على وجود صانع صناعها، خالق خلقها. تماما زي سيارة بابا، زي ما هي دليل على وجود مصنع بيصنع سيارات حتى لو انا مش شايف، ولكن شايف اثره، شايف اللي هو صنعه. زي ما الكرسي دليل على نجار صنعه حتى لو انا مش شايف النجار ده، لكن شايف اثره، شايف اللي هو صنعه. كذلك كل المجرات والكواكب والنجوم والشمس والقمر دليل على وجود صانع صناعها حتى لو مش شايفين، لكننا شايفين اثاره وشايفين اللي هو صنعه. لو حد جالك وقال لك السياره المرسيدس جت لوحدها من غير ما اي حاجه تعملها، هتصدقوا؟ في انسان عاقل يقول كده؟ انا مش هصدق اي حد يقول كده حتى لو كان المدرس بتاعي في المدرسه. بالمناسبه للمدرسين، مدرس الكيمستري بتاعنا اللي احنا بنحبه جدا وبيفهمنا الكيمياء كويس جدا اتكلم في الكوره امبارح، الفصل كان هيقع من الضحك. قال معلومات غلط خالص وجاب اسماء لعيبه بطلوا يلعبوا من زمان خالص وفرق تعبانه وقال عليها فرقه كويسه كمان. الولاد في الفصل كانوا مش مصدقين انه بيتكلم كده. مدرس الكيمياء بيتعلم منه كيمستري فقط لانه متخصص في الكيمياء وبيتعلمها، لكن لو اتكلم في الكوره مش اكيد ان هو هيتكلم صح، ولو اتكلم في الدين كمان مش اكيد ان هو هيتكلم صح، ممكن يقول كلام غلط. فعلا ممكن يكون في مدرس طيب جدا وبيشرح المادة بتاعته كويس جدا، لكن لما يتكلم في كورة تلاقيه مش معاها خالص. حتى لو كان مدرس الكيمستري او البيولوجي طيب وكويس، ده مش معناه ان هو هيفهم في كل حاجة. مش معنى ان هو مدرس كيمستري او بيولوجي ده هيصدق اي حاجة بيقولها في كل موضوع في الدنيا. لازم نعرف في كل موضوع نسمع لمين وما نسمعش لمين. وربنا بيقول في سورة النحل: فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الطب مش هنسأل مهندس، هنسأل طبيب. وفي القانون مش هنسأل طبيب، هنسأل محامي. وفي الدين مش هنسأل مدرس الكيمستري أو بيولوجي، هنسأل مدرس الدين أو عالم دين كبير ومعروف. عندك حق، بعد كده مش هسمع كلام أي حد في أي حاجة وخلاص، هسمع بس كلام المتخصصين. الرسالة اللي احنا بنوصلها أطفال، ووصلوا للأطفال إنه مدرس بتاعك لو خرج خارج الموضوع اللي هو بيدرسه مش بالتأكيد إن كلامه صح. ده هيبقى طول الوقت في ذهن الطفل اللي بيلعب اللعبة بتاعتنا كل يوم. خلي بالكم من اللعبة دي، اسمها لعبة إنقذ السلاحف. ممكن أعرض لكم جزء منها الآن. هذه اللعبة آخر يوم في الشهر الساعة 12 بالليل بتوقيت فلسطين بينتهي المسابقة الشهرية، والفائز صاحب أعلى نتيجة بيعلن اسمه في المسجد الأقصى تاني يوم، ثم يختار هدية مثلا مج بريدجز زي ده أو تي شيرت بريدجز عليها لوجو بريدجز، وبيروح له هدية بالدي اتش ال. فالأطفال احنا عندنا حوالي 6 مدارس حول العالم بتلعب هذا الجيم، وأطفالها بيلعبوا هذا الجيم.
عندنا حوالي 30,000 من اللاجئين بيلعبوا هذا الجيم. وعلى فكره الالعاب مفتوحه مجانا للاجئين وللناس اللي يعني غير قادرين او لا يريدوا ان يدفعوا يعني لاي سبب يعني مادي او كده. فالاطفال بتلعب الجيم كذا مره وتشاهد الفيديوهات كذا مره وتجيب على الاسئله كذا مره، فيترسخ في داخلها هذه المفاهيم التي نريد ان نرسخها بطريقه بطريقه غير مباشره. خليني اديكم مثال اخر او نتفرج على فيديو اخر مثلا. انا كلمتكم عن ظلم المراه والشواذ جنسيا، وده من اكبر من احد اكبر اسباب الالحاد. طب كيف تعاملنا مع هذا مع الاطفال؟ عايز اوريكم الفيديو ونشوف مع بعض ازاي احنا تعاملنا مع هذه المساله الشائكه جدا. كيف نتكلم مع اطفال في سن 7 و8 و9 سنوات في هذه الامور؟ مستحيل مستحيل. فنوريكم ان شاء الله ماذا فعلنا، وارجو ان يعني ان شاء الله تفهموا ما الذي عملناه. أرسل كل الرسل، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ابن مريم وسيدنا محمد وكل الرسل، وأنزل لهم القرآن والتوراة سن العبادة والدعوة وإعمار الأرض. الحاجة الرابعة هي العدل ما بين الناس والوقوف ضد الظلم. ربنا شرح الموضوع ده بطريقة عجيبة جدا في القرآن. تخيلوا ان ربنا أرسل كل الرسل وكل الكتب عشان يكون في عدل ما بين الناس. في سورة الحديد الآية 25 ربنا بيقول ان هو أرسل كل الرسل، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ابن مريم وسيدنا محمد وكل الرسل، وأنزل لهم القرآن والتوراة والإنجيل وكل الكتب عشان يبقى في عدل ما بين الناس. اسمعوا كده الآية قد إيه قوية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأرسلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ربنا بيقول أنا أرسلت رسل ومعهم معجزات وكتب زي القرآن والإنجيل والتوراة ليقوم الناس بالقسط، يعني عشان الناس تنشر العدل ومحدش يتظلم. إذن لازم دايما نقف مع المظلوم لغاية ما نجيب له حقه. وانت نفسك لو اتظلمت ما تسكتش على حقك حتى لو مش محتاجه، بس علشان ما تشجعش الظالم ان هو يظلم حد تاني. يبقى كده احنا خلصنا الكارت التاني واللي هو كارت المهم. من الفيديو الجاي هنشوف مع بعض ان شاء الله الكارت التالت اللي هو كارت الادوات. هل احنا ربنا اعطانا ادوات تخلينا نعرف نقوم بمهمتنا؟ اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. سلام. طيب ابشر. صباح النور. في الفيديو ده هنتكلم على الكارت رقم 3. فاكرين الحلم اللي انا حلمت بيه وانا نايم؟ انا في ملعب كبير لابس ملابس غريبة وفي ايدي شنطة غريبة. الملعب هو الدنيا اللي احنا عايزين. طيب ارجو تكونوا يعني ادركتم اللي احنا عملناه. انا مش هقدر اتكلم مع اطفال في مسألة الشذوذ الجنسي، ولا اقدر اتكلم مع اطفال في مسألة حقوق المرأة والإسلام لم يظلم المرأة. دول اطفال صغيرين. فعملنا فيديو ومعاه 4 أسئلة بتؤسس لمسألة أن الإسلام من ضمن المهام التي أوكلها للإنسان هو إزاحة الظلم والوقوف ضد الظالم. وفي الأسئلة التي تأتي مثلا، أنت إذا رأيت إنسان يظلم إنسانا في الشارع ماذا ستفعل؟ الإجابات المقترحة: سأشاركه في ظلمه. الإجابة الوحيدة الصحيحة هو يجب أن يعلم خطأ، أو سأقف لأتفرج ولن أشارك. خطأ. سأدافع عن المظلوم. صح. إذن نحن رسخنا في الطفل من الصغر أن الإسلام لا يظلم. فلما يجي إنسان من عتاة الإلحاد ينشر الإلحاد يقابل هذا الطفل في الجامعة بعد 10 سنوات ويقول له الإسلام ظلم المرأة أو الإسلام ظلم الشواذ أو الإسلام ظلم أي حد، كلمة الإسلام ظلم نفسها هي التي تعاملنا معها، لن يقبلها. تعتبر تناقض. كلمة الإسلام ظلم هذا تناقض. الإسلام لا يظلم. الإسلام جاء لدفع الظلم أصلا. فنرسخ في الطفل من الصغر أن الإسلام لا يظلم. خليني نجيب كمان سبب من الأسباب ونقول لكم عملنا مع إيه.
الافتتان بالعلم هذا من أسباب الأساسية في التي تسبب الإلحاد. خلينا نوريكم برضو عالجنا هذا الأمر إزاي. الافتتان بالعلم. بسم الله. نعمل شير سكرين. شير سكرين. جوجل كروم. أحمد، هو لو الساينس والدين اختلفوا هنصدق مين؟ الساينس والدين ما ينفعش يختلف. الساينس ما خالفش الدين قبل كده، ومش بيخالف الدين دلوقتي، ومش هيخالف الدين ابدا. الساينس هو ابن الدين، الدين هو اللي طلب مننا ان احنا نطلب العلم. الساينس مش حاجه من اختراع الانسان، الساينس عباره عن معلومات ربنا فرقها في الارض وبقت متنازله، كل معلومه في حته، وقال لنا يلا روحوا دوروا على المعلومات دي واجمعوا. ربنا بيقول في سوره العنكبوت: قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. فهمي للايه ان ربنا بيقول لنا امشوا في الارض وبصوا بعينيكم واعملوا تلسكوبات علشان تشوفوا الكواكب البعيده، واعملوا مايكروسكوبات علشان تشوفوا المخلوقات الصغيره، واجمعوا حشرات وصخور وادخلوا اختبروها في المعامل جوه الجامعات وحاولوا تفهموا الطبيعه اللي انا خلقتها. يعني الدين هو اللي بيقول لنا نتقدم في الساينس؟ طبعا يا يوسف، الدين بيحث على العلم. اول كلمه نزلت في القران كانت ايه؟ وربنا شكر جدا في الناس اللي بتتعلم وبتشغل عقلها وتفكر، وده خلى العرب في 50 سنة قادة للعالم في كل العلوم، طب وكيمياء ورياضيات اللي هي ماثماتكس. علشان تتعلم دينك لازم تشغل عقلك وتتأكد من وجود ربنا بعقلك، وعلشان تتعلم ساينس لازم تشغل عقلك عشان تعرف لو حاجة حرام في الدين لازم يكون في دليل، وعلشان تثبت حاجة في الساينس لازم يكون في دليل. يعني الدين والساينس ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه؟ امال لما بيكون في حاجه في الساينس غريبه وشكلها كده ضد الدين نعمل ايه؟ الاسلام مش هيتعارض مع حقيقه علميه ابدا. يعني مثلا لا يمكن ان الدين يقول لك ان انت تقدر تعيش من غير اكسجين، لكن لو تهيأ لك ان الدين والساينس متعارضين يبقى في احتمال من احتمالين: اما ان انت فاهم الدين غلط ودين مش بيقصد اللي انت بتظنه، او ان الساينس لم يثبت النظريه وان هي لسه مش حقيقه، وممكن بعد 100 او 200 سنه تتغير ويطلعوا بنظريه تانيه جديده، مثلا نظريات ايزاك نيوتن في القرن 17، والناس قعدت 250 سنه فاكرين ان هو ده الساينس وفاكرين ان هو ده الحقيقه. كل ده اتغير بنظريات اينشتاين سنه 1905، والناس قعدت فاهمه ان نظريات اينشتاين هي الحقيقه لمده 100 سنه، ودلوقتي تلعب نظريات جديده. يعني لو احنا ظهر لنا ان الدين والعلم مختلفين يبقى يا اما احنا فاهمين الدين غلط او الساينس هو اللي كلامه مش اكيد، وممكن يظهر كلام تاني بعد كده. بالظبط يا يوسف، القران كتاب ساينس مش ساينس. القران فيه ايات يعني ساينس بتدل على وجود ربنا، والقران نفسه بيطلب من الانسان ان هو يشغل عقله ويعمل مجهود ويبص على الكون اللي حواليه علشان يجمع المعلومات اللي ربنا نشرها في كل مكان. تمام. انا قدامي 5 دقايق واخلص يا عماره، شكلك انت مستعجل وانا بيني وبينك مستعجل ايضا. ايه ايه تمام دكتور، انا اغلقت الصوت حتى ما ازعجك في المحاضره. خير تمام. خير، انا بس بقول لك انا قدامي 5 دقايق واخلص ان شاء الله. تمام دكتور. هو الحقيقه الناس لازم تعرف ان ايضا هناك ايضا دورة للتربويين وللأباء والأمهات. يعني لما حد بيشترك في هذا البرنامج لأولاده بياخد معاه دورة أيضا أونلاين موجودة، 10 محاضرات معي أنا بشرح فيها كل فيديو من فيديوهات الجيم الأول اللي هو فيه بيتعامل مع المسائل الفلسفية وبيتعامل مع أكبر مشكلة، أكبر سبب للإلحاد، وهو معضلة الشر. كيف يكون هناك إله وهذا الشر موجود في العالم؟ فبنفهم المدرس وبنفهم الأب والأم ماذا نريد أن نزرع في قلوب الأطفال في كل فيديو من هذه الفيديوهات عشان يبقوا معنا على نفس الموجة. الأمر الثاني أن في المدارس التي تتعامل بهذا البرنامج عندهم اختيار الدورة التفاعلية،
فليس من الضروري ان المدرس يختار الجيم ويلعبه جيم في الفصل، لكن بيختار دورة تفاعلية، اي انه بيظهر عنده الفيديو بيتفرج بيشاهدوا الفيديو في الفصل مع التلاميذ، يناقشوا الفيديو مع بعض، ثم يحلوا الأسئلة، والأطفال ترجع البيت تلعب هي الجيم وتتفرج على الفيديوز مرة أخرى. ماشي. طيب، وأنا أستطيع أن أنهي كلامي هنا وأخذ منكم أي أسئلة. أنا عندي 10 دقائق ممكن نأخذ فيها بعض الأسئلة إن شاء الله. تفضل أخ عمار. تمام دكتور، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم دكتور. لعل السؤال الأول اللي يطرح، كيف نصل إلى اللعبة والاشتراك فيها؟ طيب، هو الموقع بتاع مؤسسة جسور اسمه bridges dash يعني شرطة foundation.org، فأنا ممكن نكتبه لكم إن شاء الله، موقع مؤسسة جسور. تحبوا أكتبه الآن يعني على الشات ولا إيه؟ ممكن دكتور، يا ريت والله. حاضر. هو الموقع، يعني أنا هو يعني هنحط الموقع، وهناك أيضا هناك أيضا فيديو بيشرح طريقة الاشتراك، لكن هو موقع هو مبدئيا. طيب، السؤال اللي بعده على مكتب الموقع. وعفوا دكتور، هل يوجد تطبيق للعبة؟ لا. اللعبة الثالثة سيكون لها تطبيق على الموبايل، اما الان الالعاب على الـ على الـ على الكمبيوتر. طيب، المدارس اللي حابه يعني تتعاون في تفعيل هذه اللعبه تتواصل معنا مباشره ونعمل باكج للمدرسه. عندنا طبعا مدرسه دوليه في لبنان، عندنا مدرسه دوليه في تركيا، عندنا مدرسه دوليه في كندا وفي امريكا، واخدين اللعبه بتاعتنا. تمام دكتور، الآن فلندخل في بعض الأسئلة بخصوص الوقاية أو الأسباب التي ذكرتها في البداية دكتور. يعني هو عفوا دكتور، يعني الآباء والأمهات لا ينتبهون إلى مشكلة الإلحاد إلا بعد وقوعها، القليل من يفكر في الإلحاد قبل وقوعه في الوقاية، وبالتالي اليوم الآباء والأمهات لا يبحثون عن برامج وقائية بقدر ما يبحثون عن برامج علاجية، لأن البرامج الوقائية يراد لها، يراد منها تعب، يراد منها تفرغ، يراد منها متابعة ومسؤولية. اليوم أكثر التساؤلات وأكثر الاستنجادات في ما إذا وقع أبنائهم في الإلحاد، ماذا نفعل؟ نعم، شوف حضرتك، إحنا عندنا تجربة في حالات الردة إلى المسيحية وحالات الردة إلى الإلحاد، عندنا نسبة نجاح بفضل الله مع المتنصرين 97%، نسبة النجاح مع الملحدين من 50-60% فقط، لأن المشكلة النفسية في الأساس، والمشاكل النفسية لا تحل بسهولة، لذلك الوقاية خير من العلاج. إحنا هتلاقوا عندنا على الصفحة اليوتيوب بتاعت Bridges Foundation، هتلاقوا عليها مجموعة اسمها أسئلة الشباب، هذه فيها علاجات، لكن من قال لك أن الشاب إذا أجيبت أسئلته سيعود إلى الإسلام؟ ليس بالضرورة، هو مصاب نفسي خلاص، هو تربى تربية خاطئة. لذلك أنا أدعو الناس اللي عندهم أطفال، لأن بعض الناس يقولك إيه، أنا أطفالي ما بيسألوش في المسائل دي، ما فيش داعي أفتح على نفسي فتحة. غلط غلط، إحنا عايزين طفلك الأخضر ده قبل ما تترسخ جواه أشياء خاطئة، بنزرع إحنا جواه المفاهيم الصحيحة. هو دكتور يعني للأسف أنه ترك الأبناء أمام الألعاب وأمام السوشيال ميديا لأنه يشعر الوالدين بالراحة، يترك لهم المجال والفراغ لقضاء هواياتهم والاستمتاع بأوقاتهم. برامج الوقائية تعني مسؤولية، تعني متابعة، تعني اهتمام، فبالتالي يسأل كثير من الأشخاص كيف يعني ننمي رغبة الوقاية في داخلنا كآباء وأمهات، لا نستشعر هذا الشيء حاليا. يقولون والله يعني من لا يريد أن يقي أولاده من الإلحاد هو لا يستحق أولاده أصلا، يعني الذي لا يريد أن يربي أولاده سيدفع الثمن غاليا. العالم الآن أصبح يتجه إلى المادية بشكل خطير. طب ثانية واحدة، لا لا لا، كويس أنت ذكرت هذا الكلام، خلينا أنا أقول لك اللي بيشتغلوا الناحية التانية بيعملوا إيه. اتفضل، أدي كتاب للأطفال اسمه إيه، Atheism for Kids، الإلحاد للأطفال لسن 5 و6 سنوات.
تفضل. صور جميلة بتشرح للأطفال ليه بابا وماما كانوا بيؤمنوا بربنا، لكن دلوقتي إحنا لا نحتاج إلى ربنا، لأن بابا وماما كان الطب غير متقدم عندهم، فكانوا بيحتاجوا لاختراع قوة خيالية يدعوها إنها تشفيهم. لكن النهاردة الطب أصبح متقدم، أصبح خلاص. وده كتاب للأطفال سن 5 سنوات مصور. اتفضل. ده فيمينيزم، دي الهيومانيزم، هيومانيزم للأطفال إنسانوية، الهيومانيزم الإنسانوية، الدين الإلحاد الجديد. وفي أول صفحة صور المشهورين من الممثلين والمغنيين، وأشهرهم مين؟ الولد اللي اسمه ريدكليف، اللي هو الممثل بتاع أفلام هاري بوتر. فوالله اللي مش عايز يشتغل على أطفاله، في غيرك بيشتغل على أطفالك، أنت حر. تمام دكتور. يعني حتى دكتور في مسألة الوقاية، يعني الآن الخطر ربما يكون قليل وربما في بدايته، لكن قابل الأيام ستكون المعركة أشد. وربما الآن نجد هذه المؤلفات وهذه الكتب والكراسات بشكل جذاب وبرسوم أنيقة جدا، يعني ستجدها في العالم العربي، هي الآن على أشدها هنا. بل المسيحية انهزمت في أوروبا، خلاص انتهت. والإلحاد الآن هو السائد في أمريكا. ما زالت المسيحية تتنفس وتحاول المقاومة، لكن أنت خلال سنوات قليلة جدا ستكون هذه الكتب موجودة باللغة العربية، وفي تباع في الدول الإسلامية التي كانت إسلامية. أنا أصدم الناس، أنا عارف، أنا أريد أن أصدمكم، أقول لكم. أما هو أسوأ من ذلك، معركتنا مع الإلحاد ستكون المعركة رقم 2 قريبا جدا، وستكون المعركة رقم 1 رقم 1 مع الشذوذ الجنسي. أوه. وفي الدول الإسلامية أو التي كانت إسلامية، وستروا هذا الكلام. طيب هل هنالك علاقة بين الاثنين دكتور؟ طبعا طبعا، هناك أسباب التي تسبب الإلحاد النفسية، أسباب نفسية قد تسبب الإلحاد أو الشذوذ أو الميول المثلية، أو فهمت إزاي؟ أو تسبب الاثنين مع بعض. بالضبط. يعني حتى اليوم يعني نفاجأ بانفتاح سيل كبير من الأفلام والمسلسلات وحتى شركات إنتاج الأطفال تجاه الشذوذ، وهنالك ترويج غريب جدا جدا خلال هذه السنة أو السنتين الماضيتين تجاه الشذوذ. يعني عندي حلقة على برنامج ذكرى وعبرة العام الماضي في رمضان الماضي اسمها أكبر لوبي سياسي في الغرب، اللي هو لوبي الشذوذ. رأيتها، كانت من أمتع الحلقات حقيقة، وذكرت بالنص أن لوبي الشذوذ يعد أقوى لوبي في العالم اليوم، وهو أقوى من اللوبي الصهيوني. وأنا عايز أقولك حاجة، أنت فاكر لما مخرج بيخرج فيلم ويضع في وسط الفيلم شخصية شاذة جيدة بتعمل عمل جيد، هذا المخرج يريد أن يروج للشذوذ؟ لا، هذا المخرج يريد أن الفيلم بتاعه يرشح في المهرجانات. هذا شرط من الشروط الآن. أنت إذا عملت فيلم ليس فيه شخصية شاذة جيدة، الفيلم بتاعك لن يرشح لأي مهرجان، مش لن يفوز، لن يرشح. بالضبط. ولذلك هناك كثير من الأفهام، يعني الإنسان لا يفهم ما هذا الإقحام للقطة الشذوذ أو للشخص الشاذ أو لعبارة شاذة في الفيلم، لا، ليس لها علاقة. هناك إقحام غير مبرر. يعني طيب دكتور، في مسألة الشذوذ، في مسألة الإلحاد، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من العالم؟ قل ماذا، ما الذي لا يريدون؟ هم لا يريدون الدين، لا يريدون الإسلام. الإلحاد هو ابن أو منتج من منتجات العقل المادي، والحياة أصبحت مادية والعقول أصبحت مادية. لذلك أنا أقول لك، وأريد أن أختم بهذا، لأن أنا عندي الآن درس التدبر اليومي. تمام دكتور. أكبر علاج للإلحاد وأكبر وقاية من الإلحاد هي تدبر القرآن الكريم. جميل، هذه هي خلاصة ما عندي في الأمر. ولديكم محاضرات في التدبر، وبالتالي ندعو المشاهدين إلى متابعتها
وتعلم منهجيتها. جزاكم الله خير دكتور، استمتعنا بالوقت وكنا نتمنى أن نأخذ فرصة أكبر، لكن على قابل الأيام بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور، وأريد أن أخذ منك يعني موعد على حلقة في الشذوذ، لأن المسألة خطيرة جدا جدا. إن شاء الله نعطيكم موعد بعدين. المسألة خطيرة جدا جدا عندي. أنا أعيش في الغرب، المسألة ليست بهذه السهولة يعني. أعانكم الله، أعانكم الله. بارك الله. شكرا جزيلا دكتور، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.